عليكم حبات، كي دايرات؟ لاباس عليكم، جيسبر كو فوز الي تري بيان. معكم سلمى، كنرحب بكم في القناه. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. هنا البنات رجعت بكم للوراء حيتاش كنت صايبت هذا الكاطو وقلت نشاركه معكم. هنا صايبت صراحه كنا مشهيين كاطو ديال الدار وقلت علاش لا نديرو. هنا بوغ المقادير ديال لا جينواز درت 4 البيضات والسنيده والطحين وازا ولافاني. المهم شوفوا الا بغيتوا طريقه مفصله ديال لا جينواز خليوه قولوا عليا في لي كومونتير، وديك ساعات ندير لكم فيديو سبيسيال هكا كاطو. فوالا البنات، انا غنستعمل هذا المول هذا، غنوري لكم هكا داير قياسه صغير حيت راكم عارفين حنا غير جوج. عندي صراحه دي مول كبر، مي انا مبغيتش نستعمل غير هذا صغير. وغادي ندهنو دابا بالزبده وابخي غندير ليه الطحين وابخي غندير عليه الخليط. وفي هذه الوقيته انا راه الفران شاعل عليه. كنت خايفه لما تصدقش ليا لا جينواز مع الفران، كنت شاريه جديد واول حاجه نديرها فيه هي لا جينواز. دشنتو بلا جينواز، انا لا جينواز ها السيل ديالها كي جات. المهم انا راح توريتكم المول اللي درتها فيه، جات بحال هكا. المهم انا غنشوف اما غنقسمها على جوج اما على ثلاثه. قطعت لا جينواز ديالي على ثلاثه، ممكن لكم نتوما تقطعوها على جوج على اربعه على حسب شحال ما بغيتو. وبعدا غير واحد النقطه، انا راني صايبت الكيك نهار بنهار ولا غد لي عاد صايبت لا كريم وجدتها. نتوما هكا تجيكم لا فيديو حيت جمعتها. بوغ سيرو انا غنستعمل الحامض، كيعجبني المذاق ديال الحامض على الليمون، نتوما ممكن لكم تعوضوه بالليمون. غندير عصير ديال الحامضه مع كاس ديال الماء مع سنيده و كتخليوه يغلي. فوالا هذا هو السيرو. بوغ لا كريم شونتي كنستعمل لا كريم فريش ليكيد مع ماسكاربون ومع سنيده. المهم انا ابخي سنيده انا وعيني وميزاني، كل كي كيبغي الحلاوه، كاين اللي كيبغيها حلوه بزاف، كاين اللي كيبغيها بينو بين، كاين اللي كيبغيها مسوسه. وكندير النكهه ديال الفاني، عرفتي ملي كتزيدوا لها النكهه ديال الفاني كتجي واعره هائله. فوالا باش كتعرفوا فريمون راه لا كريم صدقات لكم. منين هكا كتبداو تحركوا البول وما كتحركش. وبعدا جوست واحد النقطه خصكم تعرفوا باش لا كريم تصدق لكم، خص يكونوا كاع المكونات باردين. هنا المكون الرئيسي هو الفخيز، يمكن لكم نتوما تعوضوه بالبيش بالميختي الفرامبواز اي فاكهه كتعجبكم. دوكو هنا غادي نبداو اول طبق. اول حاجه غندير هي غنسقي لا جينواز بالسيرو، وموراها غندير طبقه ديال الكريم، وموراها طبقه ديال الفخيز. وانا غادا في هذه المرحله غنبقى طبقه حتى نكمل لا جينواز. فوالا هكا البنات كي كتجي. وانا كندير السيرو هو الاول باش كتجيني لا جينواز ما كتجيش ناشفه، كتجي فازقه. هذه البنات الطبقه الاخرى راه غادي حطيتها عوجه، ما غنكتشف الامر حتى من بعد. هنا ما تضحكوش عليا درت لا كريم الكيك، هنا راه بانت ليا صافي، راه بانت ليا باللي راه عوجه ما محطوطاش مقاده. الطرف الاخر حطيتو عوج، ما عندي ما ندير. بوغ تزيين انا غنستعمل رقائق اللوز، غادي نديرهم في المخلل فيت في يتقلاو. يمكن لكم ديروا يا كاوكاو يا الكركاع اللي بغيتو. ديكو فوالا منين زينت الكيك ها كيجا. شوفوا ما تضحكوش عليا، راه تزيين ماشي واو، ولكن كلشي في المذاق صراحه، المذاق كان بنين. وهنا صافي راه اكتشفت بلي راه الطرف الاخر حطيتو عوج، مي ماشي مشكل يعني عليا انا وراجلي ماشي مشكل. صراحه المذاق جا هائل البنات. الا بغيتو نحط لكم الوصفه كلها قولوها لي بالتفصيل. سيدي سي ان ديمونش، غادي نشارك معكم شنو غادي ندير في هذا النهار هذا. اول حاجه خارجه انا وراجلي واختو، جوبون صاحبتها عندها عيد ميلاد وغتمشي تشري ليها ان كادو وباغين نمشيو معاها. واوسي انا باغا نمشي لواحد الماكازان ناخذ دي تروك. المهم بقاو معايا. ما قلت لكم غادي نتعشاو اليوم عند حماتي، عشي واحد الوصفه كديرها زوينه بزاف. المهم نتمنى تكون باقا ما وجداتها، كومسا ملي نمشيو نوريكم كي كتصايبها. عشي الجو اليوم زويون، الجو سخيخن، كاينه الشتيوه مي الجو سخيخن. كي لا كابيتال دو ماروك فوالا، مي ابول اوتر فوا ما دي كازابلانكا سي با سا سي ابا سي ابا
دابا وصلنا لفيليزي. المغازان سميتو ادوب صراحه ما عمرني ما دخلت ليه. جو سافي ميم با كو يمكننا نصايبو دي كوفري دو بارفان حنانيت. دوكو هاد الكونسيبت اختراج لي اللي عارفاه. دوكو فوالا غنديكم معايا المغازان. دابا من اوشون غنمشيو للمغازان اللي انا بغيت نمشي ليه حيت بغيت ناخذ دي تروك بوغ فير ما عاودتش بنت ليكم. صحاب راجلي كانوا عيطوا لي غادي يجيو. دوكو فيت في دخلنا للدار. المهم صراحه ما وجدتش شي حاجه. كلشي شريتو ابار دوك لي بان دو مي صايبتهم. المهم صراحه تقيوتات كانوا عندي صراحه في الدار. كل شريت دوك لي بيتي كب كيك. هاد لي بان مي صايبتهم في الدار فيت في بفروماج ولا شاركوتري. وصافي وحطيت شويه ديال بيستاش لاكاجو و هاد لي بسكويت مالحين وصافي. وحطيت هكا تميمرات تا هما شريتهم واجدين و فوالا. المهم حطيت دي بيتي تروك هكا باش يشربوهم مع القهوه و موراها نمشيو نتعشاو عند حماتي. نات كنت باغا نصور لكم لا روسيت ولكن منين جاوا صحاب راجلي يعني جينا عند حماتي مع لين لقيتها صافي طيبات وجدات لافارس وداكشي. هادو البنات سلاح معجون معروفين بيتزا تورك كلشي كيحمق عليهم.
هنا كيديروا باش ياكلوهم، كيحطوا الخس، كيحطوا الحامض والبصله وبودنجال، كيشويوه وكتجي هكا ديك لا بوري البودنجال. المهم هادو البنات طايبين، عرفتي فريمون كيجيو واعرين. ان شاء الله غنحاول المره الجايه ندير معاها ونصور لكم لا ريسيت بالتفصيل. و على بروشين فيديو ان شاء الله. تهلاو فراسكم.